يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الختم في الصلاة؟ صلاة التراويح هذا وارد عن السلف، ذكره الإمام أحمد عمن أدركه من أهل الحجاز وأهل البصرة، فهو عمل عليه عمل المسلمين. دعاء الختم بعد إنهاء القرآن في التراويح أو في صلاة الليل هذا من عمل السلف كما ذكر الإمام أحمد. نعم.